طبيه. اتفضل للطبيه. ستك عندك ايه؟ انا عندي ورم في المستقيم و داخل على البروستاتا والمثانه. بقاله قد ايه المرض ده؟ المرض ده بدأ معايا بالظبط من حوالي 7 شهور او 8 شهور. بقاله عندك كام سنه؟ ممكن يكون قبل كده بس ما كانش ظاهر معايا. اكتشفته مؤخرا يعني؟ اكتشفته مؤخرا. حضرتك بتاخد علاج ايه؟ باخد كيماوي وباخد اشعه. هل تم تحديد موعد لاجراء جراحه او حاجه؟ لسه. لكن هل ده علاج جراحي؟ يعني محتاج علاج جراحي؟ هو كله بيقول لك علاج جراحي. دكتور ممكن سيادتك تشوف التحاليل وتتاكد لصحه المعلومات. هو عنده ورم متقدم في المستقيم، خد علاج كيميائي اولي وبعدين خد علاج كيميائي وعلاج اشعاعي وعلاج كيميائي محفز، ومن ده كان اولي قبل الجراحه، يعني حاجه تحضير عشان تقليل حجم المرض. حضرتك حبيت تيجي ليه تقابل الشيخ عزت ابراهيم؟ لانه بيقول من هي الحاجه دي هتروح من غير عمليه. حضرتك تقدر تعالجه؟ ان شاء الله. طب اتفضل. حضرتك انا هساعدك دلوقتي، بس انا عشان اساعدك لازم اكشف عليك. سمعني. وعشان اكشف عليك لازم تكون انت مطمن وعندك ايمان بربنا. ونعم بالله. مطمن لي الاول؟ مطمن. طب قوم اقف يا صاحبي. اقف هنا واديني ظهرك لو سمحت. بص في الارض. خش خطوه قدام. وقف هادي وسيب نفسك خالص. ادوني رد على الثلاثة بطلعه بره في النور كله. وقف هادي يا حاج وسيب نفسك، ما تخافش ما تخافش خالص. سيبه يا حاج زي ما هو عايز. ايوه كده، سيبه سيبه خالص، ما تخافش سيبه. كمان 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 لوجه الله. حب في رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح من كده. كمان كمان اذن ربنا ساعد الراجل ده. طب طلع لي دلوقتي فوق هناك عند النور اللي هناك ده كله كله. اوضح شوية فوق ودولي عند كتفه هناك فوق. الاثنين عاوز الاثنين عند كتافه. استغفر الله العظيم الذي لا يغفر الذنوب الا هو. وضحوا لي الرد. ربنا اذن ساعد الراجل ده، ربنا جعلني سبب ليه. ودي له دراعه عند كتفه فوق، كتفه وده كمان عند كتفه فوق هناك. يلا عايز رد واضح باذن ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وان يمسسكم الله بضر فلا كاشف له الا هو. سيبه يا حاج يمشي، ملوش لكش دعوه بيهم، سيبهم يمشوا زي ما هم عايزين، ما تخافش. ده فوق عند كتفه، هم دول اللي يكشفوا عليك يا حاج دلوقتي ويقول لك هيعالجك امتى وازاي. انا مش دكتور، انا شيخ، ماليش في التقارير وماليش في الاشاعات، انا ليا في رحمه ربنا. الرحمه تنزل يقول لي ده ينفع او ما ينفعش. ودول الدراع ده هناك قدام عينه يقولوا اشكر ربنا. الاثنين روحوا له هناك يقولوا اشكر ربنا. الاثنين ودهم له هناك قدام عينيه يقولوا اشكر ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى اذن ان احنا نساعده. روحوا له هناك هناك ما شاء الله. ساعدوني كلكم كلكم، ساعدوني حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قدام عينيه شلوهم. اذن ربنا اساعده. وضحوا لي الرد. طيب الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. يجنحوهم يجنحوهم لفوق في النور. كمان شدوا حيلكم معايا، وما تخافش يا حاج، سيب نفسك خالص، سيب كل حاجه تمشي زي ما هي عايزه، ما تخافش مفيش حاجه تقلقك. قدهم له فوق هناك قدام عينيه يقولوا اشكر الله سبحانه وتعالى، اشكر ربنا. ان الحمد لله وان الفضل لله وانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كله كله لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجه الله العظيم. باذن اللي سخركم وانزلكم وامركم انكم تساعدوني حبا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوق هناك قدام عينه كمان 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 لوجه الله كمان كمان. اتاكد. اللهم صلي صلاة تكفيك وترضيك على نبيك الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى عليه. ربنا أذن الراجل ده في صحته في مرضه. وديله الدراع ده كمان هناك قدام عينيه وقوله اشكر الله سبحانه وتعالى. ده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن يمسسكم الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. ما شاء الله ساعدوني، أوضح من كده كمان. أنا مش شايف، أنا مش شايف، أوضح. ودولي عند النور اللي ضارب في وشي ده فوق هناك اهو، شايفينه؟ ودولي الدرعين دول هناك، الضوء اللي مضايقني ده كمان. أذنلي ربنا ساعد الراجل ده لفولي زي ما هو كده، عايز أبص على وشه لفولي جسده كله بالكامل، وهتقولي هنا ورجلي ما تتحركش من الأرض، رجلي ثابتة. إذا كان ربنا أذن لمد إيدي وأساعده كمان، كمان شوية كمان، رجلي ما تتحركش من الأرض، جسده بس اللي يلف بإذن ربنا سبحانه وتعالى. كمان كمان عايز أتأكد إذا كان ربنا أذن لأساعده ولا لا. كمان كمان كمان، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. كمان كمان شوية كمان، بس بس رجعوا زي ما كان. زي ما كان يرجع. يا رب يا رب، ده يرجع مكانه، ده يرجع الأول مكانه هنا، ده ينزل مكانه بإذن ربنا، بينزل مكانه بأمر الله، ينزل مكانه. ده كمان هاتوا مكانه، ما شاء الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر، هذا فضل من الله. جماعة للمرة التانية قبل ما أقول إن أنا هشتغل للراجل ده، عاوز أتأكد أذن ربنا إن أنا أكون سبب لشفاء الراجل ده، جعلني أنا سبب. ودولي الدراع ده عند الدكتور عمرو هناك، قول له أيوه هنساعده، ده بس طلعوا برا. هنساعد الراجل ده، يجي نحولي دراعاته ده، عايزة زي جناح نسر طاير، عايزة تطمن. إن شاء الله أنا هبدأ بالراجل ده دكتور عمرو، لأن الراجل ده ما شاء الله لا فيه عين ولا حسد ولا حاجة تحمر ولا حاجة مكياج ولا زي الفل، فوش أي حاجة يعني، ده على علاج على طول، وده هبدأ معاه من النهاردة إن شاء الله. أذن الله سبحانه وتعالى اشتغل مع الراجل ده، طلعوا لي دراع ده بره في النور، عايزه عند كتفه هناك فوق، جنحوه، عايزه جناح، أوضح من كده، جناح، أنا قلت جناح، عايز أتأكد، أيوه جنحوه، اجنحوه بإذن الله لو كان ربنا أذن لساعده. أوضح من كده كمان، ده اللي هبدأ معاه النهاردة بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا محسود ولا فيه عيون، يعني حالته خرجت كل اللي فيه. أوضح من كده كمان، أوضح كمان، أتأكد في اذن اشتغل الراجل ده، خلاص اتاكدت كده. اتاكد تاني، هتقولي الدراع ده هنا قدام عيني، الدراع ده بس يجيني هنا قدام عيني، لفوق زي ما هو كده هتقول قدام عيني، هتقولي هنا عندي. كمان 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 كمان، ما شاء الله ساعدوني كلكم، كلكم تساعدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الا ان نصر الله قريب. كمان كمان اتاكد كمان كمان، قدام عيني عشان ما اتعبش، عشان ظهري بدا يوجعني، هاتوه هنا كمان قدامي كمان، حط لي دراعه ده على راسي لو كان ربنا اذن لساعده، فوق راسي هنا، فوق راسي لو كان ربنا اذن لساعده، فوق دماغي كمان كمان، فوق راسي قلت لكم. خلاص يرجع بإذن الله مكانه، بإذن اللي سخركم وأنزلكم، دراعه يرجع مكانه. نزلوا دراعين زي مكانه، خلاص ينزلوا مكانهم، نزلوا مكانه.
ينزل. طبعا انا ما درستش طب ولا دخلت اصلا جامعه، ولكن دي ربنا اختارني، ما اقدرش اقول له ليه اختارتني واديتني النعمه دي عشان اساعد بها عبادك، ما اقدرش اعارض ربنا، لكن ليه الشرف العظيم. جماعه ربنا يكرمكم، قلت لي الراجل ده ربنا اذن اساعده، بعد كام فجره اشتغل للراجل ده، طلعوا لي الدراع ده بره في النور شويه، طلعوه بره بعيدوا عن جسمه شويه، وعدوا لي ميعاد الراجل ده بعد كام فجره اشتغل. افرده كويس لاني مش شايف. اوضح. لا وضحه، انا مش شايف. الوضوح مهم. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم احفظني بحفظك العظيم الذي حفظت به عرشك، واسترني بسترك العظيم الذي سترت به نفسك. اللهم احفظنا يا رب حفظ عظيم من عندك. بعد كام فجر اشتغل الراجل ده؟ افرده كويس، انا مش شايف. لا افرده، وضحوا العدد، اوضح من كده، انا مش شايف. ها اللهم لك الحمد والشكر يا رب. افرده كويس. لا وضحوا وبعدوا الصوابع عن بعضها عشان يبقى واضح العدد، ما يبقاش بالبركه. ايوه كده، افرده كويس. ودوا الدراع ده الراجل ده قدام عينه هناك فوق، وقولوا له ان شاء الله باذن الله مولانا هيساعدك ابتداء بعد 5 من الفجر، 5 ايام، واليوم عند الله بيبدا بالفجر، فانا هبدا معاك بعد 5 من الفجر، ده الميعاد اللي اذن بيه ربنا، امد ايدي عليك واساعدك. اطلعوا له هناك قدام عينه، يمكن يكون مش حاسس بصوابعه فوق، اطلعوا له فوق قدام عينه، قولوا له اشكر الله سبحانه وتعالى، هنبدا معاك بعد 5 ايام، ده الميعاد اللي اذن بيه ربنا ان انا امد ايدي عليك. روحوا له هناك، لفوا دراع من عند الكوع، من عند الكوع من هنا، ووضحوا له عدد الايام اللي بعدها هشتغل له. يلا لفوا كويس الدراع واتنوا من عند الكوع، وروحوا له وقولوا له باذن الله رحمه ربنا الكريمه العظيمه اللي انزلها علينا ربنا هندخل منها عدد يتناسب مع المرض اللي عندك. لفوا لفوا كويس، ساعدوني يلا، اوضح من كده كمان، كمان ما شاء الله، كمان اتنوا دراع من عند الكوع ولفوه قدام عينه عشان نعرف انا هعالجه امتى وهبدا معاه امتى باذن الله. افرضوا العدد كويس، مش واضح العدد، افرضوا كويس. كده انا عرفت ميعاده، رجعوا لي دراعه مكانه خلاص وفكري صابه. بعد 5 ايام ان شاء الله هبدا مع الراجل ده. تبدا تعمل ايه بقى يا شيخ عزيز؟ هقول لك، هتعرف دلوقتي يا دكتور. مش احنا عايزين نشوف اذا كان النتيجه دي هتغير من هذه المعامل ولا لا بعد كده. هشوف دلوقتي يا دكتور. جماعه الراجل ده قلت لي ان بعد 5 ايام هنشتغله، وقلت لي كمان ان الراجل ده من فضل الله انه لا فيه عين ولا فيه حسد ولا في سحر ولا في مس، مش كده؟ طيب اذا كان فعلا الراجل ده مفيهوش اي حاجه من ده خالص، ودولي الدراعين دول عند ودانه فوق، عايز اطمن بس ان مفيش حاجه تعطلني ان رحمه ربنا تنزل تشتغل. عايزهم عند ودانه. فين ودانه؟ اجنحوهم عند ودانه، اجنحوهم، عايز اتاكد بس. فيش في الراجل ده اي حاجة تعطلني عن الشغل معاه من فضل ربنا، يعني ده من رحمة ربنا بيه. لفوا له دراعاته وقولوا رحمة ربنا، قولوا اشكر الله، لفوهم كويس في وضع الحمد والدعاء، دول مش دراعين واحد بيحمد ربنا، لفوا له دراعاته كويس عشان يحمد ربنا لحسن يفكر ان انا اللي هساعده، لازم يعرف ان اللي بيساعد ربنا. وافتحوهم بحجم كرم ربنا، افتحوا دراعاته بحجم كرم ربنا وبحجم عطائه، بحجم عطاء ربنا الكريم العظيم، افتحوا. هو اللي بيدي، هو اللي هيشيل منه يشال. افتحوا بحجم كرم المولى العظيم العاطي. اطلب واشكر ربنا. الحمد لله على كل حال وعلى اي حال.
نزلوا دراعات الراجل دي زي ما كانت خلاص، نزلوهم مكان. مكانهم حافظوا لي على توازنه لأنه واضح انه تعبان، حافظوا لي على توازنه. لفوا لي الراجل ده، عايز ابص على وشه كده، عايز اشوفه. لفوه لي شويه، ارفعوا لي، لفوه كمان شويه، كمان 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 كمان. لفوا لي رقبته، عايز وشه ليا هنا، عايز وشه ليا باذن ربنا، باذن ربنا العظيم. عاوز واحد منا على دراعاته دول يطلع لي على لسانه، عايز اتكلم معاه. واحد منكم يطلع لي على لسانه باذن الله سبحانه وتعالى. افتح لي بقه يا شيخ الله يكرمك، افتح لي بقه، افتح 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 افتح. عايز اتكلم معاك شويه، عايز اعرف تفاصيل علاج الراجل ده. افتح خالص، افتح افتح افتح. كمان 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 كمان. اطلع لي بره، عايز اشوفك. مين اللي هيكلمني؟ اطلع لي بره، طلع لي بره كله، عايز اشوف مين اللي هيكلمني. لفولي شويه عندي هنا، كمان 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 كمان. اطلع لي بره، عايز اشوفك. اطلع بره خالص، ربنا يكرمك، خش مكانك تاني. هسألك سؤالين وتجاوبني وبسرعة لأن الوقت بيجري. الراجل ده يحتاج كام دكتور؟ كام دكتور هينزلوا الراجل ده؟ العدد اللي هينزل امتى بإذن الله؟ اطلع لي فوق شوية عشان مش قادر أوطي. اطلع لي شوية فوق، كمان 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 شوية، كمان شوية، كمان بإذن ربنا سبحانه وتعالى، كمان شوية. امتى وكم دكتور للراجل ده؟ امتى بإذن الله؟ انطق انطق، ساعدني. كام كام؟ ما تخافش، الراجل اللي على الهام على فكرة. كان هو الدكتور ما شاء الله في حد جميل قوي على لسانه، هيسمعك. بس هو الراجل يطمن ويهدى كده، هتسمع كلام جميل ما سمعتوش في حياتك. كام؟ انت ايه مش قدرت؟ انا تعبت. انا تعبت على فكرة، ظهري وجعني. لفهولي شوية، تعالي لي ناحية شوية، تعالي لي عشان مش عارف اكلمك. تعالي لي، لف لي رقبته بس، جسمه خلاص كفاية كده. لف لي رقبته، تعال لي هنا. انا ما بحبش اطول مع حد، وده مريض مش عايزك تطول عليه. هو في وسواس جواه طلعه بره. وانت الراجل ده يحتاج كام طبيب؟ كام كام؟ لف لي الراجل ده برجليه كله، هتولي وشه هنا، لف لي جسمه كله، لف لي جسمه كله 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 كله. اطلع لي فوق شوية، كمان 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 كمان. انت عشان تساعدني عشان امشي، والراجل ده يقعد، الراجل ده تعبان. هات الدراع ده قدام عيني، انا الدراع ده هتولي فوق قدام عيني. فوق فوق
الراجل ده انت مش عارف تنطق على لسانه، مش عايز تتكلم ليه على لسانه ليه؟ اديله احتكم دكتور على صعبه وطبق الباقي. يلا كان طبيب للراجل ده ينزله بإذن ربنا. كم طبيب هينزلوا الراجل ده؟ افرضوا عدد اللي هينزلوا له طبقوا الباقي. الباقي طبق كويس. الجراحة هتتم عن طريقكم، ادوني رد على الدراع التاني. الجراحة هتتم عن طريقكم انتوا مش كده؟ بفضل الله سبحانه وتعالى هنتولى الجراحة. بفضل الله، ركز كده، بفضل الله سبحانه وتعالى احنا اللي هنتولى الامر دوت، وانا المسؤول عن الراجل ده. يعني انت هتعالجه دلوقتي؟ هعالجه خلاص، هنزل دكاترة دلوقتي وهاخد عنوانه واشوف هو ساكن فين، واشوف هو يقدر يجيني ولا انا هقدر اروح له. لازم وبعد ما تعالجه هنسجل تاني مع حضرتك وهنعمل تحاليل ليه. طبعا بعد ما خلص يريد الدكتور يكون معانا عشان نشوف هل فعلا تم شفاء ولا لا. طبعا هو كده حضرتك يعني تاكدت كده؟ تاكدت انه محتاج اتنين اطباء هنزلهم وهعالجه بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن هو محتاج تنسيق، انسق معاه واشوف هو ساكن فين بفضل الله. انا هروح له او هو اللي هيجيني، لان طبعا يعني ما اعرفش هو ساكن فين. انا جايز يكون جاي من الارياف، فهشوف هفهم حد يقدر يوصل لي ولا انا اقدر اوصل له. الموضوع مش فيه يعني مش بالبساطه. يعني ممكن نسجل كمان قد ايه؟ الاسبوع القادم كمان جمعه؟ لا، اشوف حالته واشوف الدكاتره هم اللي يقولوا لي ده هياخد معانا وقت قد ايه. على كل حال اتاكد لك دلوقتي هياخد وقت. اتفضل عشان نحب نعرف. حاضر، فكل صعبه خالص. فكل صعبه خالص. انا عرفت ان هو هيحتاج اتنين دكاتره بس. فكل صعبه كلها. بفضل الله سبحانه وتعالى الرجل ده محتاج كم اسبوع عشان يخلص خالص. طلعوا لي دراعه تاني وعدوا لي كم اسبوع للرجل ده بعد ما امسك، وبعد انتم ما تنزلوا في علاجه هياخد قد ايه؟ تقولي قدامي هنا كنت اتمنى احضر على لسانه، لكن هو لسه عشان احضر على لسانه محتاج يقعد معايا مره واتنين وياخد عليا ويطمن لي. مش بالسهل يعني. فوق شوية كمان قدام عيني هنا، حددوا لي إن شاء الله كم أسبوع للراجل ده بإذن ربنا، عدد الأسابيع اللي هيحتاجها في العلاج. هاتوا لي ده كمان عندي أنا بإذن الله سبحانه وتعالى. كم أسبوع كده؟ أسبوعين يا باشا. أسبوعين. أسبوعين يعني الجمعة اللي بعد القادم. ده لو بدأت مع النهاردة إن شاء الله. أذن ربنا أن أكون سبب للراجل ده وساعده. الحمد لله على كل حال. أوضح من كده طمنوني. لفوا له دراعاته وخليه يحمد ربنا بس أنا عايز يحمد ربنا وفضل الله ساعده. خليه يحمد ربنا ويشكره ويثني عليه. هو صاحب الفضل العظيم، هو صاحب النعمة، هو اللي سخركم، هو اللي أنزلكم. ولو ربنا منعكم تنزلوا كنتش أقدر أطلع أجيبكم، فانتوا نزلتوا بفضل الله سبحانه وتعالى. لفوهم كويس وخلوه يحمد ربنا ويشكره، خلوه يدعي ربنا بالشفاء، يدعي ربنا يكون سبب، يدعي ربنا انه يمكنني من علاجه.
ايه ده ربنا انه يسر لي في علاجه ويشكر صاحب الفضل العظيم، صاحب النعمة العظيمة اللي سخرها لنا عشان نساعد بها عباده. خلوه يشكر ربنا، لفوهم كويس، خلوه يتكلم ربنا ويطلب منه يسأله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. رجع كل حاجة زي ما كانت خلاص. دكتور عمرو كان عنده شك ان انا ممكن اساعده، وان انا ممكن اكون بتكلم الكلام ده من فراغ. روحوا بلغوه، قولوا له مولانا ما بيعرفش يهزر في الكلام ده، كلامنا في وش هزار. روحوا له كلكم بلغوه الكلام ده. دكتور عمرو، لا كده هيكسر، لا لا، قلت له دراعينه بس كفايه عليه، قلت له دراع دي هناك، قولوا له مولانا ما بيهزرش مع حد، وما ينفعش يهزر في الشغل لان دي مساحة ناس. روحوا له هناك بلغوه الكلام ده، وادوا له تراهين دول فوق قدام عينيه هناك، وقولوا له مولانا ما بيهرجش مع حد ولا ينفع يهرج مع حد. ها، روحوا له بلغوه الكلام ده، قولوا لا يصح المولانا في السن ده انه يهزر او يهين نفسه هناك. روحوا له كلكم. روحوا للدكتور الطيب ده وقولوا مالكش دعوه بمولانا. روحوا له هناك وقولوا مالكش دعوه بمولانا، لان مولانا من عليه ربنا، شهادته جت من فوق. روحوا له هناك، هناك هناك. تلاش الموضوع مش دقن، لو كان على الدقن كنت سبتها جت لحد هنا. اقعد يا شيخ، اقعد يا ابو شعبيه. روحوا له هناك، روحوا له هناك، قولوا يا دكتور الموضوع مش شهادات بس، ومش دقن وجلابيه بيضة. انزلوا له، انزلوا له، وقولوا مالكش دعوه بمولانا. بس كفايه كده عشان خاطر الراجل ده مريض. اعدلوا تاني، خلاص كفايه عليه كده. تعالوا لي. لانك شاب صغير ولانك دكتور في مقتبل العمر فانا مش هرد عليك، ولكن انا ما يدور في نفسك. اقعد يا شيخ. لا انا من فضلك، انا عارف انا هقعد امتى عشان بس الوقت. ثواني يا دكتور، معلش ثواني يا دكتور، اخلص اللي في ايدي واشوف غيرها. مش عايز ندخل بره الموضوع يعني. لا احنا في الموضوع الحمد لله. تعال لي هنا، تعالوا لي كلكم هنا. انزلوا في الارض، انزلوا كلكم، اقعدوا في الارض كلكم في الارض في الارض. سيبوا الراجل ده. انا اسف، حقك علي، حقك علي، انا اسف واعتذر لك. يلا قوم ساعدني. استاذ شعبان انت ايه اللي حصل لك؟ معرفش. اتفضل. ها؟